السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آخر مرة حكيت عن موضوع المنازل هنا في بريطانيا تقريبا كان من 4 أشهر، يعني تكلمت عن أسعار البيوت كيف عم تهبط وكيف أنه هبطت هبوط حاد بسبب التضخم. أنا بطلت أتكلم عن هذا الأمر من 4 أشهر إلى الآن بسبب بعض الناس في التعليقات بتقلي أنت عم تعتمد كليا على بيانات وإحصائيات قديمة، فلا هيك انت عم تتكلم عن المستقبل. طبعا انا اول شيء بحب اقول لك يا صديقي، ما حد بيعلم بالمستقبل الا الله فقط لا غير، تمام؟ ولكن رب العالمين امرنا انه ناخذ بالاسباب، يوجد في اسباب وهذه الاسباب راح تؤدي الى كذا، هذه النتيجه. ليش عرفنا انه هذه النتيجه؟ لانه في الماضي كان في اسباب نفس هذه الاسباب فادت الى هذه النتيجه نفسها. وهذا الامر ما عم بقول لك يا انه انا 100% صحيح، خلاص عم لك يا هو هذا مجرد التوقعات بسبب الأسباب يلي عدت، تمام؟ فلذلك أنا وقفت أنه أتكلم عن أسعار البيوت حتى يبين الأمر أكثر. فلذلك أنا قلت بعد ما يبان الأمر أكثر منسوي فيديو منتكلم عن أسعار البيوت مرة أخرى. مثلا آخر فيديو أنا سويته من 4 أشهر قلت في سبتمبر، تمام؟ وقلت أنه رح يصير انهيار حاد في أسعار المنازل. الانفليشن التضخم ظل استمر إلى الآن، وأسعار البيوت إلى الآن كل شهر عن شهر عم تسقط أكثر وأكثر. أنا بعتمد أكثر شيء قراءتي على أسعار البيوت من البنك هاليفاكس، تمام؟ البنك هاليفاكس بالموقع عنده اسمه شيء هاليفاكس هاوس برايسز اندكس، تمام؟ هذه بياخد إحصائيات قديش أسعار البيوت كل شهر بشهره عم تنزل ولا عم تطلع، يعني هذه دراساته. طبعا مثلا بالموقع بيقول house price in January 2023 were 1.9% higher than the same month a year earlier. شو معنى هذا الكلام؟ يعني January هذا الشهر هو أعلى تقريبا 1.9%، يعني خلينا نقول 2% من January اللي فات. هلا بيقول لك واحد بيقول لك شو عم بتقول إنه هو عم ينهار وإذا هو أعلى من January اللي فات، يعني من السنة اللي قبلها. نعم السنة اللي قبلها كان هنا مثلا، كان هنا مثلا عن هذا الحرف، تمام؟ وبعدين صعد لفوق وهلا نحن صرنا في جانيوري هو عم ينزل، بس هو عم ينزل لسه نزلته هذه لسه ما وصل لجانيوري اللي قبله، فهمت علي كيف؟ لهيك بعده اعلى بشوي بس هو مستمر بالنزول. خلينا ناخذ نحن الاندكس للسنة الكاملة، تمام؟ ونتكلم عنها. طبعا انا سويت فيديو هنا في جولاي وفي أغسطس وفي سبتمبر، أنا آخر فيديو سويته في سبتمبر وكان الجراف هذا قاعد عم ينزل، تمام؟ كانت هنا في الأخير، تمام؟ هذا في سبتمبر، بعدين صار أكتوبر، بعدين صار نوفمبر انهيار حاد كبير جدا، هبوط رهيب صار في نوفمبر، بعدين ديسمبر أيضا صار هبوط بس مش 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 الهبوط مثل الهبوط يلي صار بنوفمبر، بعدين الآن جانيوري ما صار هبوط كثير، يعني هنا عم بيقول لك typically UK property now cost 281,684، عم بيقول لك بالمتوسط انه سعر البيوت هنا في بريطانيا سعرهم 281,684 pound compared to 281,713 last month، يعني مقارنة بالشهر اللي فات يلي كان سعره 281,000 pound و713 pound، يعني في فرق تقريبا 40-50 pound، يعني ما صار هبوط أبدا، يعني صار مثل ما يقولوا استابيليتي استقرار في الموضوع. طبعا هل هذا نحن نقول خلاص صار استقرار وبطل يهبط وخلاص راح يبدأ في الصعود كليا؟ لا. ليش؟ لأنه هو عبارة عن شهر واحد فقط لا غير. هل ربما يصعد؟ نعم. هل ربما ينزل؟ نعم أكيد، ما حد يعلم بالغيب إلا الله، تمام؟ ولكن التضخم يلي صار من 4-5 أشهر واللي تكلمت عنه أنه صار التضخم وراح يصير هبوط، هيا هون صار تضخم وصار هبوط اعتمادا على التحليلات القديمة. بس ولكن هل صار هبوط في كل بريطانيا؟ نعم، ولكن بعض المناطق يلي عليها الديماند كبير أو الطلب كبير ما صار فيها هبوط، مثل بعض المناطق الأخرى يلي ما عليها طلب أصلا، يلي ما عليها يعني ديماند كثير، تمام؟ ربما ما صار في ارتفاع كثير في أسعارها. مثلا في أمان، أنا ما بعرف بلندن كثير لأنتو أنا ما نزلت على لندن، بس ربما أنا على يقين أنه في بلندن مناطق بكل دولة في العالم فيها مدن، بداخل هذه المدن فيها مناطق، هذه المناطق بيوتها أو السكن فيها من أغلى ما يكون، تمام؟ فلذلك هيك عم بقول أنا في لندن ربما
بهذه المناطق اللي فيها مناطق المنازل فيها سعرها جدا غالي، ربما هذه ما هبطت ولكن ما ارتفعت، فهمت علي كيف؟ أو بجوز ارتفعت مثلا بس شيء بسيط جدا، فهمت علي كيف؟ بالعادة مثلا يكون عم ترتفع هيك صاروخة، بس بسبب هذه الأزمة المنازل اللي صارت ربما بطل ترتفع، يعني مشيت هكذا، فهمت علي كيف؟ يعني هذه الفكرة اللي بدي حابب أوضحها، مكان في عرض كثير ربما ما هبطل المنازل، ولكن بالأماكن يلي كان فيها ما عرض كثير هبطت البيوت أكثر بكثير من هذا الإحصائيات يلي موجودة هنا على موقع الهاليفاكس. هنا عبيل لك follow falls in December 1.3% and November 2.4%. يعني بديسمبر، يعني هلا نحن في جانيوري تمام، مقارنة بديسمبر، ديسمبر نزل 1.3 يعني الشهر اللي قبله تمام، يعني عن شهر نوفمبر، مثل ما شايفين انه بين نوفمبر وديسمبر في هبوط حاد، هذه دون ديسمبر وهذه قبل نوفمبر، هذا هو الهبوط اللي عم بتكلموا عنه 1.3% تمام. بس ولكن للشهر اللي قبله نوفمبر يلي ان هذا السقوط الحاد الكبير هو من نوفمبر لا اكتوبر هو 2.4% 2.4% ماينس. طبعا هذا يعني هو يعني سبب اكثر حدي في السقوط هو بين شهر أكتوبر ونوفمبر، هذا الشهر شهر 10 وشهر 11. أنا دائما ببحث على أسعار المنازل، هلأ بدي أدخل على موقع كنت أنظر إليه، يعني هيك الصفح كيف أسعار المنازل اسمه رايت موف، هذا رايت موف، بدي أدخل هلأ قارن أسعار المنازل اللي كنت تشوفها بالماضي وهلأ، فهمت علي كيف؟ مثلا خلينا نكتب هنا غلاسكو، غلاسكو سيتي سنتر، حط فور سيل، خلينا نحط this area only، او يلا خلينا نكبر شوي نقول 3 مايل يعني غلاسكو سيتي سنتر و3 مايل حواليها، ونحط انه بدنا خلينا النمبر اوف بيدروم اقل شيء استوديو، يعني عشان ما يطلع لي مثلا اراضي او يطلع لي باركينج او يطلع لي اي شيء تاني او مستودعات للبيع، خلينا نحط اقل شيء استوديو، نحن عم نطلع انتم على منازل على بيوت للشراء. بروبرتي تايب خليه يكون مفتوح، اد تو سايت اني تايم، يعني ايمت تم اضافته للموقع اي وقت، فايند بروبرتي طلع لي اشياء كثيره، بس خلينا نحن نروح نحط هنا انه يعرض لي من الارخص الى الاغلى، فلتر نحط هنا من اللوست برايس، يعني من الارخص الى الاغلى، طلع لي هنا هذه، هذا اعلان طبعا، هنا طلع لي اراضي، انا ما بعرف تلون يحطوا لي بس اقل شيء استوديو، طبعا هذا انت شايفه 250 باوند، هذه راح تكون على المزاد، تبدا 250 باوند بس ربما تنتهي ب 40 50 الف مثلا، هاي الاراضي بحسب وين اماكنا، هذا باركينج هنا مثلا، هدول صفات السيارة الباركينج سعرها 19000 تمام، في الماضي صفي السيارة هي واحدة بس حاول 19000 تشتري مثلا مكان تشتري 19000، في الماضي انا ايش كنت اشوف سعره 15000 سعره 17000، انا عم بحكي في الماضي من 3 سنين تقريبا، هنا هذا 35000 باوند سيسنوك، والله كويس اذا سيسنوك منطقة كويسة، بس اجين مرة ثانية هذا راح ينعرض على المزاد، راح يكون في المزاد ما هيك، هنا لك محيطين بالكابيتال ليتر going to online action، يعني 35000 هذا مثل ما بيقولوا يعني افتتاح بالسعر 35000 باوند، بس بعد تدخل في المزاد ربما يوصل هذا لل 100000، لا ما راح يوصل لل 100000 لان هو 1 بيدروم، ربما 60 70 حسب. وهنا نفس الشيء كامبز لانج، منطقه حلوه هاي كامبز لانج، بيت محترم شايف، انا في منازل انا كنت اشوفها هنا، كنت اشوفها بهذا المجمع هو استوديو، منازل باستوديو طبعا ما بيعرف استوديو هو عباره عن غرفه وحمام ومطبخ وبنفس الغرفه بنفس المكان تمام، كان ينباع بهذا المجمع بسيد اندريوز ب 35000 30000، هذا الحكي من 3 سنين انا كنت اطلع هيك كثير اتفرج تمام، هلا صار سعره 45000 43000 تمام، ربما من 4 5 اشهر كان سعره اغلى كان 50000 بظن تمام، بس هلا صار انهيار صار ب 43000، بس قديما قديما من 3 سنين 4 سنين كان هذا سعره 35000. على كل حال يا اصدقائي ان شاء الله مخصص فيديو اخر يعني اتكلم عن الرايت موف يعني بتفصيل اكثر، اذا بتحبوا هذا الموضوع خبروني تحت بالتعليقات من شان نسوي هذا الفيديو، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلام.